السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. نفتح الليلة ومن جديد ملف قطاع التربية والتعليم، حيث يشهد وما يزال تجاذبات بين الوزارة الوصية والنقابات. وكانت وزيرة التربية والوطنية نورية بن غبريد قد هاجمت نقابات القطاع قائلة: حشومة عليكم يا نقابات. وأضافت أن تعديل القانون الأساسي يستلزم وقتا أقله 5 سنوات، في حين ما زال تكتل النقابات السبع متمسكا بالإضراب الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا وبعد غد، لأن وعود الوزيرة صارت حبرا على ورق كما يقول قياديو هذه النقابات، زاوية تمثلها الوزارة مؤكدة أن هذه الإضرابات لا تخدم القطاع بالمرة، والخاسر الوحيد التلاميذ والطلبة. أما الزاوية الثانية فتمثلها النقابات التي تؤكد مطالبها وتراها مشروعة. نستمع الآن مشاهدينا الكرام لمقتطفات من تصريحات للوزيرة نورية بن غبريت وزيرة التربية والتعليم، ثم نعود. لا اللي نجم نقول ان ما يفقدوش الامل، باسكو انا عندي الثقه فيهم، وهذه الثقه مبنيه على كل حال على عده نقاشات اللي كانت عندنا بيننا. ولما نقول خلينا وقت، انا كان بعض الامور اللي راني اخذتها بعين الاعتبار، ولكن تحتاج مني مفاوضات في مستوى اخر. وفي هذا الميدان باش نمدوا المصداقية لازمة، خص كيفاش يقول لك نبين هذه لا ديسبونيبيليتي ا انتري دون ان ديالوغ و دون اون كونسيلياسيون. ما رحناش فقط في مرحلة وين واحد يمد لك اجراء واجراء وانت خصك تنفذه. سي با اون ريلاسيون دو نيغوسياسيون ني دو ميدياسيون. Donc je pense que ils ont toute ma confiance et je souhaite كذلك باش الأولياء حتى هما يتجندوا وما يفقدوش كذلك حتى هما الثقة، والتلاميذ كذلك، باسكو سو سري كاتاستروفيك. ونجم نقول لهم باللي الوقت اللي راحنا فيه الآن ما كاين أي مشكل من خلال التطبيق البرامج و لا بروغريسيون ديال هاد البرامج. ما خصهمش يتقلقوا باللي رحنا اون فيفري. وعلى كل حال الاستاذ داخل القسم حتى هو عنده مسؤوليه وعنده الروح المسؤوليه، يعرف ما هو الوقت اللي خصو يعوض الدروس باش هاد التلاميذ ديالو اللي هو ديالو. على كل حال النجاح تاع التلاميذ هو النجاح تاع الاستاذ. إذن مشاهدينا الكرام كان هذا جانبا من تصريحات وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريت، وهي ترد على النقابات التي تراها هي صعدت في موقفها وأعلنت الإضراب، وما كان لها أن تعلن الإضراب لأنه ليس في صالح المنظومة التربوية ككل، وليس في صالح التلاميذ والطلبة بصفة خاصة. معي مشاهدينا الكرام الأستاذ مسعود عمراوي المكلف بالإعلام والقيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. أهلا وسهلا بك أستاذ مسعود. أهلا وسهلا أستاذ مسعود، كيف ترد على تصريحات الوزيرة تتهمكم بالتصعيد دوما، وكلما أخمدت الوزارة إضرابا إلا وأعلنتم في يوم غد إضرابا آخر ومطالبكم لا تنتهي أبدا؟ في حقيقة الأمر نحن لسنا من هواة الإضرابات كما تصفنا وزارة التربية أو أولياء التلاميذ أو غيرهم، إنما نحن نطالب بحق ضائع خاصة بعد المفاوضات الأخيرة مع المديرية العامة للوظيفة العمومية التي كانت في 17 فبراير 2014، حيث اتفقنا وكان هناك محضر متفق بين نقابتنا وبين المديرية العامة للوظيفة العمومية وبإشراف الوزير الأول، غير أنه بكل أسف بعد صدور تعليمتين 04 والتعليمة المتممة لها رقم 11 أسقطت كثير من المطالب، ولذلك نحن اضطررنا للدخول في إضراب. والسيدة الوزيرة التقينا معها عدة لقاءات، ولكن كانت هناك وعود لا أكثر ولا أقل، بالرغم من أننا بأن السيدة الوزيرة خاصة بأن مطلب الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج الذي أسقط بالتعليم الحكومية سكتت عنه وزارة التربية ولم تحرك ساكنا الا بعد تقديمنا للاشعار بالاضراب الاخير، وهنا السيده الوزيره راسلت الحكومه في هذا الشان، ولا ندري ما نوع المراسله التي وصلت للوزاره الاولى.
نؤكد مرة أخرى للرأي العام ولوزارة التربية بأننا نحن نقابة مطلبية نطالب بحقوقنا بكل كرامة لنؤدي واجباتنا بكل أمانة، فإن هذه المطالب قديمة جدا، ضرب عليها صفحا من الذكر دون أي حركة ودون أي إجراءات عملية ملموسة، لأن الحوار من أجل الحوار فالحوار غير كاف. يؤكد مرة أخرى بأننا نريد إجراءات عملية ملموسة وليس مجرد لقاءات، ومطالبنا يعرفها العام والخاص. وأستطيع وأستسمحكم إن أذكر ببعض منها وهي استعجالية. نحن يمكننا أن نقسم المطالب إلى مطالب استعجالية ومطالب يمكن أن تحدد بأجندة زمنية معينة، ومن بين المطالب ولكن الوزارة سيد مسعود تحدد بأجندة زمنية معينة فتح القانون الخاص. نحن كنا قد استبشرنا خيرا واعتقدنا بأن القانون الخاص ستحدده بأجندة زمنية، ونحن مع منحه وقتا معينا ولكي يكون هناك عدالة بين الأطوار والأسلاك، غير أننا بكل أسف في ندوته الصحفية أقرت بأن قانون الخاص سيفتح خلال خمس سنوات كاملة ونحن نتناقش عن القانون الخاص. نعتبر ذلك هو في الحقيقة أكثر من تشويش، بل هو ضرب من الخيال. وبالتالي فنؤكد للسيدة الوزيرة إن أرادت فعلا وهذا ما نأمله استقرارا للقطاع لمدة عشرية أو عشريتين وليس لسنة دراسية فقط، فما عليها إلا أن تحقق المطالب الاستعجالية المتمثلة في عملية الأثر المالي الرجعي للمدمجين، فتح آفاق الترقية لموظفي قطاع التربية، لأنه غير معقول أن يكون في كل سنة هناك تقطير بالسروم من أجل فتح منصب واحد أو منصبين في كل مادة. المطلب الثالث أيضا الذي لا يمكن التنازل عنه هو الزملاء الذين تلقوا تكوين بعد 3 جوان 2012 باستفادتهم بالرتب المستحدثة، ناهيك عن الأساتذة الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012، وإضافة إلى الأسلاك الآلية للزوال من مساعدي التربية والأساتذة التقنيين والمخبريين ومساعد المصالح الاقتصادية للقضاء على رتب العار. هذه الرتب التي منحت للذين أفنوا حياتهم في قطاع التربية. طيب سيد مسعود، المطالب كثيرة سيد مسعود، سنأتي إليها مطلبا مطلبا، لكن ما تسرب إلى وسائل الإعلام أن الوزيرة تقول هناك مطالب متباينة تجاوزها الزمن، أحيانا تقول لها علاقة ببابا أحمد الوزير السابق، أحيانا تقول لها علاقة بأبو بكر بن بوزيد الذي بقي في هذا القطاع 18 عاما، أحيانا تقول هي مطالب مشروعة تعترف بها، لكن تقول هي خارج نطاق وزارة التربية، بإمكان المنظمة عبد الملك سلال هو الذي يفصل فيها، بعبارة أخرى الوظيفة العمومي لا فونكسيون بيبليك هي اللي تفصل فيها المطالب وليس وزارة التربية في حد ذاتها. هذا هو المشكل الحقيقي، هو التضارب في التصريحات. تارة نطمئن ونستبشر ونعتقد بأن الحلول قريبة، وتارة نسمع بأن هذه المشاكل قديمة أكل عليه الدهر وشرب، وتارة نسمع بأن النقابات كل مرة تخرج لنا بخرجة جديدة وبمطالب جديدة. نحن نؤكد بأننا نتعامل مع سلطات عمومية ومع وزارة التربية والحكومة، ولدينا محاضر موقعة بختم الدولة الجزائرية على أن هذه المطالب تحققت، وفي كل مرة نعود إلى نقطة الصفر. نحن ما نطلبه فقط، لأنه لا يعقل أبدا أن يبقى هذا القانون الذي نسميه قانون العار في الجزائر ويعتبر وصمة عار في جبين المنظومة القانونية، أننا لا يوجد هناك انسجام ولا توجد هناك عدالة بين الأسلاك ولا بين الأطوار، وغلقت آفاق الترقية لكثير من الأسلاك. كل هذا لا يحفز ولا يثمن المهنة ولا يستقطب الكفاءات في قطاع التربية. وبالتالي همنا نحن كنقابات مسؤولة في قطاع التربية، وأؤكد على هذه العبارة بأننا نقابات مسؤولة، همنا لأننا نعتقد بأن تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للمربي سيعود حتما بالإيجاب على أبناء التلاميذ من أجل نهضة علمية شاملة وتطور حضاري. طيب أستاذ مسعود، يعني الكثيرون في الجزائر أستاذ مسعود يقولون بأن مطالب الأساتذة المعلمين عمال التربية بصفة عامة مطالبهم
مطروحة منذ سنين ومشروعة في الوقت نفسه، لكنهم يلومونكم، أولياء التلاميذ يلومونكم، يقولون المنظومة التربوية منذ عام 90 900 و1000، بل ربما من عام 98 بعد الدستور الجديد في عهد الشاذلي بن جديد رحمة الله عليه، وهذا القطاع يشهد إضرابا وراء إضراب، بمعنى أنكم تفكرون في مصالحكم وتهملون مصالح الآخرين، مصالح الأولياء، مصالح التلاميذ، الطلبة، الامتحانات، وكذلك كل ما له علاقة بالتربية. بعبارة أخرى، أنتم دائما تفكرون في مصالحكم بدرجة كبرى عكس ما المصالح الأخرى، مصالح التلاميذ. يبدو أن فقدنا الأستاذ مسعود، أرجو من الإخوة إعادة الاتصال به. دائما مشاهدينا الكرام نقول إن تجاذبا كبيرا حصل بين النقابات والوزارة، وزارة التربية والتكوين، الأشهر الأخيرة. فبالنسبة للوزارة تقول هنالك مطالب تعجيزية ولا بد لها من وقت، أحيانا تقول لا بد من الوظيف العمومي هو الذي يفصل فيها، أحيانا نسمع بأن هذه الملفات الآن أحيلت لعبد الملك سلال رئيس مجلس الوزراء، أحيانا نسمع بأن الوزيرة بن غبريت تقول هذه المشاكل موروثة منذ عهد الوزير السابق بابا أحمد، أو منذ عهد الوزير السابق أو الأسبق أبو بكر بن بوزيد الذي بقي سنوات طوال في هذه في هذا القطاع، قطاع التربية والتكوين. بالنسبة لأولياء التلاميذ هم أيضا يلومون مثل ما كنت أذكر الآن قبل الانقطاع الخط، يلومون هؤلاء المضربين ويقولون أنتم كلما انتهى إضراب أعلنتم عن إضراب آخر، ومصالحنا الآن في مهب الريح، أولادنا، أبناؤنا، تلاميذنا، فلذات أكبادنا هم الذين يخسرون في الإعداد لمختلف الامتحانات بالنسبة للبكالوريا، بالنسبة للتعليم المتوسط أيضا، شهادات أخرى، الانتقال. فهذه المسائل كلها مربوطة بهذا الإضراب، لكن لحد الساعة فإن هذه التجاذبات لم تجد حلا. الحكومة تصعد وتقول إن هذا الإضراب غير شرعي، وكذلك بالنسبة للمضربين هؤلاء عمال التربية يقولون لا بد من الذهاب إلى الإضراب غدا وبعد غد. لا بأس بإعادة تصريحات الوزيرة ثم نعود. لا، اللي نجم نقول أن ما يفقدوش الأمل، بس كان عندي الثقة فيهم، وهذه الثقة مبنية على كل حال على عدة نقاشات اللي كانت عندنا بيننا. ولما نقول خلينا وقت، أنا كان بعض الأمور اللي راني أخذتها بعين اعتبار، ولكن تحتاج مني مفاوضات في مستوى آخر، وفي هذا الميدان باش نمدوا المصداقية لازمة، خص كيفاش يقول لك نبين هذه لا ديسبونيبيليتي ا انتري dans un dialogue et dans une conciliation. ما رحناش فقط في مرحلة وين واحد يمد لك إجراء وإجراء وانت خصك تنفذه. C'est pas une relation de négociation ni de médiation. Donc je pense que ils ont toute ma confiance. طيب، الآن مشاهدينا الكرام أرحب بانضمام الأستاذة مريم معروف، رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية. أستاذة مريم، كيف تردين على هذه التهم التي تطال نقابتكم أيضا، نقابتكم أنتم أيضا، بالإضافة إلى النقابات الأخرى؟ الآن فيه تكتل من 5 نقابات كلها مزمعة على الذهاب إلى الإضراب، هل هنالك حلول أخرى تحول دون الذهاب إلى الإضراب؟ أولا أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، شكرا على الاستضافة. فيما يخص إضراب قطاع التربية هذا ليس بجديد. المشكل أن نحن ننظر أن التربية أو وزارة التربية لم تريد حل المشاكل نهائيا، ولهذا كل سنة تعود الإضرابات إلى قطاع التربية، وفي مقابل ذلك الوزارة دائما تغلب الرأي العام وتستعمل وسائل الإعلام من أجل ضرب مصداقية الإضراب، سواء بالعدالة أو سواء بالتكلم عن مصلحة التلميذ. لكن إذا كان عندها نية حل المشاكل، هذه المشاكل عالقة منذ سنوات وهي تناضل من أجلها النقابات. بالطبع كاين هناك بعض المكاسب، لكن أغلبية المطالب المهنية التي طالب بها قطاع التربية أو نقابات التربية لم تحل بعد، وبالتالي لم يبقى أمام النقابات إلا خيال الإضراب الذي يلوح كل سنة ما دامت الحلول غير موجودة، ما دامت وزارة التربية تتعنت تمضي وحاضر لكن التطبيق غير موجود. طيب، بمعنى أنه حتى المشاهد يفهم، جميع النقابات متفقة 100% بأنه أنتم ذاهبون الإضراب، ما فيش ولا نقابة مع الوزارة؟ لم أسمع سؤال جيدا. قلت هل النقابات جميعا متفقة على هذا الإضراب أم هنالك نقابات
لا تسير معكم في هذا المطلب؟ لا ليست كل النقابات بطبيعة الحال، هناك التكتل على الإضراب تاعو في يومين 10 و11 من هذا الشهر، معناه غدا وبعد غد، وفيه نقابة أخرى للثانوي عن الإضراب الأسبوع الجاي. لكن هناك نقابات لم تكن أو لحد الآن تعمل اجتماعات بين المكاتب أو بين القاعدة، حتى أنها ربما تشارك في الإضراب أو ربما تؤجل. لكن هناك بعض النقابات التي لم تدعو الآن لحد الآن إلى الدخول لهذا الإضراب. طيب، هنالك مطلب لم يحضر ضمن هذه المطالب، مسألة عمال عقود ما قبل التشغيل، لم تتحدثوا عنهم، لماذا؟ لا احنا كنقابة عندنا مطلب عقود ما قبل التشغيل، ونحن احنا كنقابة انت تعرف ان نقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية لا تضم قطاع التربية او فقط قطاع التربية، بل لها قطاعات كثيرة، ومن بينها عندنا اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، وهذه اللجنة عندها عمال في التربية وفي الصحة وفي كل القطاعات، وبالتالي من بين مطالب كل الفيدراليات التابعة للنقابة أنها تطالب بإدماج عقود ما قبل التشغيل ضمن قطاعاتهم الذين يشتغلون فيها، وبالتالي نحن فيدرالية التربية من بين مطالبنا إدماج العمال عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية. ولكن الوزارة تقول بأن هناك مطالب أخرى تعجيزية ليس من مسؤولية وزارة التربية تلبيتها، لابد من الذهاب إلى الوظيفة العمومي، لابد من عبد الماكس لازم يفصل فيها مجلس الوزراء أو الحكومة بصفة خاصة. كيف تردون على هذا الرد للوزيرة بن غبري؟ أكيد هذا دائما رد الوزارة، هذا رأي. لكن عقود ما قبل التشغيل صحيح أن الوظيفة العمومي الذي منح لهم العقود، لكن يشتغلون في وزارات أو في قطاعات تابعة للوظيفة العمومي، معناه كل هذه العقود ما قبل التشغيل في وزارة ما دام شغلوهم، ما دام يشتغلون او عندهم مناصب شغل في قطاعات معينة، من المفروض كل قطاع يدمج هؤلاء العقود ما قبل التشغيل، ما دام هناك هذا القطاع يحتاج لهذا العمال، اذا من المفروض يدمجون في مناصبهم. طيب خليك معي اخت مريم، ساعود اليك بعد لحظات. استاذ مسعود عمراوي القيادي في الاتحاد الوطني للعمال التربية والتكوين ومكلف بالاعلام، هناك من يقول بأن هذه المطالب خالية من المطالب البيداغوجية، بمعنى تتحدثون عن الماديات، هكذا يقولون، لست أنا من أقول، يقولون بأن المطالب البيداغوجية لم تدرجوها في مطالبكم، الحديث عن تحسين مستوى التعليم، المناهج، البرامج، الكتب المدرسية وغيرها منها اللي عنده علاقة بتحسين المستوى. هذا كلام غير صحيح. لو أن موظفي وعمال قطاع التربية والرأي العام يعود إلى اللائحة المطلبية المقدمة لوزارة التربية، فإن أول مطالب يتضمن القضايا التربوية والبيداغوجية، وعلى رأسها عملية إصلاح المنظومة التربوية. وتكلمنا أيضا عن الاكتظاظ، وتكلمنا عن الحجم الساعي للعمل، وتكلمنا عن المناهج والبرامج، ولكن بكل أسف لا حياة لمن تنادي، فلا أولياء يستمعون إلينا ولا أولياء يتابعون القضايا التربوية، فالأولياء بكل أسف لا يروننا إلا حينما ندخل في حركة احتجاجنا، وسائر الوقت لما نتكلم عن هذه القضايا وكأنهم غير نابئين وغير مهتمين بما يحدث لأبنائهم أبدا، ولذلك وكأن هناك دوافع أخرى تدفعهم للتنبيه وبالكلام الكثير عن إضراب الموظفين وعمال قطاع التربية. ونؤكد لهم مرة أخرى بأننا نحن كمربون لدينا أبناء من صلبنا، وهؤلاء التلامذة هم أبناؤنا وتؤرقنا نتائجهم طيلة سنة من الدخول المدرسي إلى نهاية السنة، وأقول بالعكس فإن المربي الوحيد الذي ينتظر ما تثمر أفكاره وما قدمه من هؤلاء التلاميذ، وهؤلاء التلاميذ فقط هم الذين يمكنهم أن يقيموا دورنا ويعرفون جيدا ما نعانيه في المؤسسات التربوية. وبالتالي أؤكد مرة أخرى لأن لدينا ملفات قدمناها لوزارة التربية حول إصلاح المنظومة التربوية، ولدينا إسهاماتنا في كل المجالات، وحتى لما تم التقييم التعليم الإلزامي للطوريه بالنسبة للمتوسط الابتدائي كانت لنا مساهمات في هذا الشأن، وحتى في هذه الأيام لما فتح المجال لتقييم التعليم الثانوي إن لدينا لجنة مختصة في هذا الشأن سنقدم مشروع تبدأ فعلا. طيب استاذ مسعود، هنالك حديث عن عدم شرعية هذا الإضراب،
ليس قانونيا، ليس شرعيا، سميه ما شئت، هذا هكذا هذا ما يقولونه عنكم، وهنالك تخويف من متابعه قضائيه لهؤلاء الذين يقودون هذه الاضرابات. كيف ترد على هذه التصريحات الصادره عمن يدورون في فلك وزاره التربيه؟ نحن مربون وواعون بما نقوم به، فنحن نطبق قوانين الدوله الجزائريه. فالذي يفصل في القانون عندنا قانون 9002 المتعلق بفضل النزاعات الجماعيه وحق الاضراب. نحن قدمنا الاشاره بالاضراب قبل. للاسف فقدنا مسعود عمراوي. على كل حال انا اشكره جزيل الشكر استاذ مسعود عمراوي القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربيه والتكوين والمكلف بالاعلام خصيصا. شكرا جزيلا لك استاذ مسعود. الان اعود لاخت مريم. اخت مريم معروف رئيسه الفيدراليه الوطنيه لقطاع التربيه. استاذه مريم، ماذا تردين على هذه التصريحات، تصريحات وزارة التربية وبعض من يدورون في فلكها إن هذا الإضراب ليس شرعيا، ليس قانونيا، وهنالك حديث عن متابعة قضائية لهؤلاء الذين يحرضون قطاع التربية أو عمال التربية أو عمال هذا القطاع على المضي نحو الإضراب؟ سيدي الكريم، هذه هي حجة وزارة التربية، وهذه هي البطاقة التي تكشفها وزارة التربية كل مرة يكون في إضراب في قطاع التربية. احنا قلنا من المفروض ان تضم قطاع العدالة يضم الى قطاع التربية حتى تكون لها فرصة للوزارة انها يكون في كل مرة يكون إضراب لقطاع التربية تستعمل العدالة من اجل الردع ومن اجل التخويف ومن اجل الممارسات التي تمارسها ضد الناقبيين او ضد العمال. وبالتالي نحن كل مرة تكون في إضراب للتربية تستعمل وزارة قطاع العدالة من اجل اثبات للرأي العام وبخاصة للاولياء تلاميذ ان الإضراب هذا غير شرعي، وان نحن كلنا كل ما نكون في إضراب اذا الدستور يكفل حق الإضراب ويكفل كل ما المطالب المهنية. وبالتالي نحن لا ننتظر منها أنها ربما تقول أنها لا تستعمل، في كل مرة تستعمل العدالة ونحن واعون بذلك. وبالتالي استعملت العدالة في مرات سابقة وكان أنهم ضغط على النقابيين في مرات عديدة، وبالتالي هذا ليس بشيء جديد. فيما يخص السؤال عن المسائل البيداغوجية وكأن التربية أو وزارة التربية من جهتها تؤكد أن العمال كل مطالبهم هي مادية، وبالتالي حتى تؤكد للرأي العام أن هؤلاء الأساتذة مطلبهم هو المطالب المهنية أو مطالب مادية فقط. بالتالي نحن إذا رجعنا إلى عارضة المطالب أو رجعنا إلى مطالبنا دائما دائما نؤكد فيها كذلك حق التلميذ. طالبنا بحق التلميذ في الظروف الحسنة في التعليم، ونحن هؤلاء هذه الأيام عملنا إحصائيات فيما يخص المدارس والثانويات التي لا ليست فيها تدفئة، ونظرنا كيف انها تلاميذ يدرسون في ظروف قاسيه جدا خاصه في المناطق النائيه التي غطاها الثلج، وبالتالي كانت الحركه فيها صعبه. طيب. التلاميذ يدرسون في ثلاجات وليس في مدارس، وبالتالي اين هي اموال الصيانه للمؤسسات التربويه؟ طالبنا كذلك بتعديل البرامج التعليميه وهي التي لا تكون متصله بالحجم الساعي الذي يدرسه التلميذ. طالب ذلك بتحسين التعليم، الكتاب المدرسي، تخفيض ساعات الدراسة للتلميذ. هذه كلها مطالب بيداغوجية للتلميذ وليس مطلبنا فقط المطالب للأستاذ فقط. طيب سيدة مريم، يعني نحن دائما نحرص على إحضار وجهة النظر الأخرى الغائبة في حصتنا هذه. طبعا نحضر ما صرحت به الوزارة في الآونة الأخيرة تتحدث عن إصلاحات. تقول الوزيرة غير ما مر في ندوات ولقاءات لها تقول إن هذه النقابة تتسرع دوما وتريد الاستعجال بقطف الثمرة، ونحن الآن في معركة مع الوقت، نريد تحسين المستوى، نريد الإصلاح لهذا القطاع، رغم أنه مضت سنين سنون في هذه الإصلاحات، ولحد الساعة أن الوزارة ما تزال في هذا الطريق. بمعنى هي تقول إن هذه النقابة تستعجل قطف هذه الثمرة، ونحن نعمل جاهدين وبكل ما لدينا من أجل تحسين القطاع بصفة عامة. مريم؟ لم أسمعك سيدي. نعم الأخت مريم، قلت أن الوزارة وزارة التربية تقول بأن هذه النقابة تستعجل قطف هذه الثمرة، ونحن نسعى جاهدين من أجل التحسين
بصفة عامة لهذا القطاع، رغم أن الإصلاحات بدأها أبو بكر بن بوزيد ثم أتى بابا أحمد وها هي نورية بن غبريت تواصل هذه المسيرة. هذا الذي يقولون عنكم أنتم، أنتم تستعجلون والذهاب للإضراب ونحن نريد الإصلاح جزئيا أو نريد الإصلاح بطريقة ليست مستعجلة. بالنسبة للوزارة لو كان عندها نية أنها تعالج المشاكل هذه، لماذا يعود الإضراب إلى قطاع التربية؟ بالتالي هذه المشاكل عالقة. هي الوزارة الآن تؤكد للرأي العام أنها تعمل لقاءات ماراثونية مع النقابات وأنها فاتحة لباب الحوار، لكن الحوار الجدي، نحن نريد الحوار الجدي، نحن نريد الحوار الذي يخلص في الأخير إلى حلول توافق الأستاذ وتوافق التلميذ، ليس مجرد أننا فتحنا الحوار من أجل الحوار. إذن وبالتالي تبقى دائما مشاكل معلقة، المشاكل منها مشاكل الخدمات الاجتماعية، منها مشكلة منحة الجنود، منها مشكلة إعادة النظر في القانون الخاص، وبالتالي هذه مشاكل موجودة منذ السنوات لحد الآن لم تفتح فيها أو فيها نقاش، لكن الحلول غير موجودة. وبالتالي نحن الخيار الإضراب لم نذهب له هكذا، وإنما كان نتيجة دراسة، نتيجة المحاضر التي تمضيها الوزارة، لكن التطبيق غير موجود. وبالتالي الإضراب الخيار الوحيد. صحيح أن التلميذ بين المطرقة والسنان، لكن ليس لنا خيار. طيب ليس لديكم خيار مثل ما تقول للأخت مريم معروف رئيس الفيدرالية الوطني لقطاع التربية. أنا أشكرك جزيل الشكر. الآن مشاهدنا الكرام تنضم إلينا رئيسة حزب العدل والبيان الأستاذة نعيمة صالحي. بعد ترحيب أستاذة نعيمة، بلغني أخيرا بأنك عقدت جلسة أو استقبلت في الوزارة، وزارة التربية والتعليم، من قبل نورية بن غبريت. ما الذي جاء في هذا اللقاء أستاذة نعيمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سياسة حزب العدل والبيان هي أن تنتهي جاء سياسة الحوار والتحاور لحل الأزمات الموجودة في الجزائر. فالجزائر الآن تعاني من أزمات كثيرة، وعلى رأسها الأزمة المالية، وقطاعات أخرى تعاني. وبالتالي قررنا أن نزور في كل مرة قطاع من القطاعات، طبعا نتكلم عن الوزراء وإطارات الوزارة، لنفهم منهم سبب هذه العرقلة وسبب هذا التقهقر الموجود، سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لآخر ذلك. بالأمس كانت جلسة مع السيدة بن غبريت، دامت ساعة ونصف، حيث استمعنا إليها وإلى طروحاتها وماذا تنوي أن تفعل في هذا القطاع المهدوم، يعني شبه مهدوم. وفي نفس الوقت عرضنا عليها وجهات نظرنا، لكن احنا الذي وجدناه انه الوجهات النظر ليست متباعده، يعني ليست متباعده، كان في نقاط توافق. نقاط التوافق كانت حول يعني إعادة التكوين، حول إعادة النظام الداخلي أو نظام تسيير المؤسسات، إعادة بناء الهياكل، استرجاع المعاهد التكنولوجية، يعني في عدة نقاط اتفقنا فيها. طيب وماذا قالت عن الإضراب أستاذة نعيمة؟ ماذا قالت عن الإضراب؟ أما عن الإضراب هي تقول أيضا وصلنا إلى نقطة مشتركة، أن الإضراب طال ومطالب المضربين، يعني من هؤلاء النقابات، هذه النقابات هي تركز على الجانب الاجتماعي الخاص بها فقط، متناسية أو هي على حساب المنظومة ككل وأبناء الشعب الجزائري، ولم تراعي يوما أنه مع أن في مطالب يعني محترمة قد أخذتها النقابات، أو نقول يعني القطاع، يعني المعلمين والأساتذة في هذا القطاع. وبالتالي وصلنا إلى حل أنه لابد من الإبقاء على الحوار واحترام قانون الإضراب، لأنه قانون العمل واضح وثابت، واحترام قانون الإضراب يكون ضرورة من ضرورات للوصول إلى الحلول. فأنا نطرح أسئلة، طبعا طرحت هي أسئلة وطرحناها احنا، وقلنا ما هي الحقوق الدستورية للنقابة؟ هل تعمل النقابات في صالح الطفل أو في صالح الأستاذ فقط؟
يعني التلميذ الجزائري او في صالح الاستاذ يعني الجزائري فقط. باي حق تطالب النقابه بحقوق اجتماعيه محضه في الظرف الحالي يعني في الازمه التي تعاني منها الجزائر، ازمه ماليه خانقه؟ هل النقابه تساوي تطلعات 40 مليون نسمه مثلا؟ ألم تلاحظ هذه النقابات أن الفوضى قد عمت قطاع التربية وأصبحت نفسية الطالب أو التلميذ غير مؤهلة للدراسة، وفي كل عام نتأخر عن إتمام البرامج على مستوى؟ أيضا هل فكرت هذه النقابات في كيفية مساعدة الجهة الوصية في إعادة الهياكل التربوية الوطنية؟ ألم تنزعج هذه النقابات ومثل هذه النتائج يعني التي كان سببا فيها يعني هي وهي الاضرابات المستمره منذ مده يعني دوك الان اثنين عقد من الزمن واحنا في الاضرابات او يزيد؟ طيب لماذا لم تفصل الوزاره استاذه نعيمه؟ لماذا لم تفصل الوزاره في هذا الامر منذ سنين؟ طالما كل مره يعاد هذا الاضراب او يظهر اضراب، كلما انطفا اضراب كلما ظهر اضراب جديد. اذا العيب في من؟ ليس في النقابات، العيب في الوزاره. نتكلم عن نرجسيه، هناك نرجسيه في الأول كانت خشان تراس من طرف الجهة الوصية. لما الجهة الوصية بدأت تلين وتستمع، وخاصة احنا رانا نشوفوا باللي مثلا كيقولوا النقابات تطالب بإلغاء المادة 87 مكرر في الوقت الحالي، ونحن يعني بصدد أزمة مالية عالمية، عندنا عدم يعني فيه ولا نستطيع حتى ان ننتج الماده الاوليه اللي هي الناتج المحلي الخام. هل هذا منطقي يعني السيطره؟ هل نستطيع ان نسيطر على الصناعه القاعديه بحكم ان المجتمع الجزائري من نوع ميكانيكي اي يعتمد على العرف والجماعه والدين فقط، هل وليس بمجتمع عضوي؟ هل يمكن تصور الشعب الجزائري؟ السؤال مطروح دائما الى هؤلاء النقابات، الى هذه النقابات. هل الشعب الجزائري بالعدد يعني هو 29 مليون اقل من 45 سنه عاملا منتجا؟ ايتها النقابه انا نطالبهم يعني كيف يمكننا الغاء هذه الماده ونحن في ازمه ماليه مثل هذه؟ يعني نؤجل هذا المطلب الى غايه ان نجد حلولا لهذه الازمه الماليه. اما السلوك الحالي الان للنقابه وما تطالب، هل هو حق دستوري في حق التلاميذ ام هو حق فقط في حق يعني النقابه ومن تمثلهم؟ ثم تخفيض، ولكن عندنا اقتراحات ايضا يعني نوجهها للسلطات الجزائريه لحل الازمه الماليه ولكي نواصل في تلبيه مطالب هذه النقابات وغيرها. يعني مثلا تخفيض رفع نسبه عمله الدينار وتخفيض قيمه العمله الصعبه. فطبعا اذا كان رفعنا قيمه الدينار الى 160% فراح وتهبط نسبة الأورو إلى 0.60، هذا راح يسمح لنا باش يعني راح يسمح لنا باش استيراد يعني نقوم باستيراد 14 مليار دولار سنويا ووضع حصانة اقتصادية حتى 2025، مما يصبح بوضع منظومة تجارية واقتصادية مسؤولة على مستوى النفقات والاستثمار في المجال الشبه الصناعي والصناعي. السيطرة على الجباية الوطنية ومن ثم يمكن وكذلك الاستغلال الاستراتيجي الزراعي. طيب سيدة نعيمة، هم يتساءلون يقولون لماذا بالضبط الحكومة استجابت بصفة مباشرة لمطالب الشرطة بمجرد أنهم نزلوا للساحة أو للشارع أو للميدان في العاصمة وفي مدينة غردية تحديدا، لكن بالنسبة لهؤلاء المضربين في قطاع التربية مضت سنوات وهم يطالبون بمطالبهم، كلما فتحوا حوار مع الوزارة ووقعوا هذه المحاضر على أساس أن الوزارة ستنظر فيها، بعد ذلك مثل ما يقولوا باللغة الشامية يقع التطنيش، الوزارة كأنها لم تعلم وكأنها لم تحاور هؤلاء أصلا. أستاذة نعيمة، يبدو أننا فقدنا الأستاذة نعيمة. نعم أرجو أن تعيد الاتصال بها حتى نسمع الجواب، خاصة وأنها هي رئيسة حزب وبالأحرى ربما يكون لديها جواب. لماذا بالضبط السلطات في الجزائر استجابت سريعا ودون ما وقت طويل للشرطة لما نزلوا إلى الساحة إلى الشوارع إلى الميادين في العاصمة تحديدا وكذلك في غردية، مجرد نزولهم للشارع والتظاهر استجابت السلطة. هؤلاء المتظاهرون أو المضربون يتساءلون لماذا بالضبط نحن مطالبنا دائما مؤجلة تدرس
تفتح ندوات ولقاءات مع الوزارات الوصية، قد تكون وزارة الصحة، قد تكون وزارة التعليم، قد تكون وزارة التكوين المهني، وزارة العدل، ولما لا، لكن نحن يعنينا التعليم. فوزارة التربية والتعليم التقت هذه الوزارة مرات عديدة مع النقابات المشرفة على هذا القطاع، لكن للأسف يدونون هذه المطالب في محاضر على أساس ستدرس في الأشهر أو الأيام المقبلة، ثم بعد ذلك هذه النقابات تمل، يصيبها الملل والانتظار الطويل فتعود إلى الإضراب من جديد. لكن الحكومة أو الوزارة، وزارة التربية، حجتها أن هنالك مطالب تعجيزية لا يمكن لوزارة التربية أن تستجيب لها لوحدها، لابد لها من تنسيق، لابد لها من انسجام، لابد لها من أخذ ورد مع الرئيس اللي هو رئيس الحكومة، رئيس الحكومة هو رئيس الجهاز التنفيذي عبد الملك سلال، وأحيانا يقولون هذه أمور مالية لديها علاقة بالوظيفة العمومية، وبالتالي فإن وزارة التربية ليست لديها علاقة بالتلبية لهذه المطالب. طالما هذه الوزارة مثل ما يقول النقابيون ليست لها علاقة بهذه المطالب وليس بإمكان الاستجابة، لماذا تعقد حوارات وجلسات مع هذه النقابات أصلا؟ طيب سيدة نائمة، كنت أسألك قبل انقطاع الخط عن أن الحكومة تسارع بتلبية مطالب المضربين الآخرين خاصة في جهاز الأمن، وقد أعطيت مثال على الشرطة، بينما تتغافل عن مطالب المضربين في القطاعات الأخرى. انظري إلى هذه المطالب المرفوعة لهؤلاء اللي هما ينتميون لقطاع التربية منذ سنين وهم يطالبون بهذه المطالب، كلما عقدوا جلسة مع الوزيرة أو مع الوزير السابق تدون هذه المطالب في محاضر رسمية ثم ينظر فيها، ولكن النظر يطول ويطول ويعود هؤلاء إلى إضراب آخر. هو احنا ما قلناش انه هذه النقابات يعني ولا هذا القطاع، احنا نقول قم للمعلم وفيه تبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا، والرسول عادة هو اللي يؤثر غيره او الغير على نفسه. فاحنا الان رانا شفنا باللي كاينه مطالب وكانت مهمه جدا قد لبيت، يعني ما تقدرش تقول باللي الجهه الوصيه ما لباتش مطالب لهذه النقابات او لهذه الجهه. ولكن يا اخي الكريم، احنا الان رانا التمسنا كلنا باللي القطاع يعني ابناء الشعب الجزائري ضاعوا والمستوى التعليمي ضاع. حتى الان اصبح يعني الابن الجزائري لما يحب ياخذ شهاده من الجزائر ويذهب الى الخارج ما يتعرفوش بها. طيب، يعني الترتيب الان ضاع. هل هذه النقابات راعت هذا الجانب؟ هل فهمت باللي تكتفي الان بما لديها من مطالب يعني حصلت عليه وتؤجل بعض المطالب إلى حين وتبقى يبقى الحوار مفتوح بينها وبين الجهة الوصية؟ نحن كأولياء أصبحنا نشمئز من هذه الإضرابات صراحة، يعني بغض النظر عن كوني أتكلم أنا الآن أتكلم كولية أمر، أتكلم كأم، أتكلم كأم لها أبناء لاحظت باللي يعني انهار هذا القطاع والمستوى تاع القطاع. احنا الان مثلا نعطيك مثال، انا حتى الوزيره يعني اقترحت عليها نقاط سجلتها وعجبتها وكان اللي لقيتها عندها موجوده ديجا، فاتفقنا في كثير من الامور وقالت الابواب مفتوحه وتعالوا نتفقوا نصلوا الى حلول، وقلنا انا سالتها يا استاذه نعيمه لا معنى لهذه اللقاءات، استاذه نعيمه لا معنى لهذه اللقاءات لما تقول لك الوزيره الابواب مفتوحه وحتى النوافذ مفتوحه وتعالوا كذا، هذا الكلام ملوا منه جماعه التربيه. لكن انا لا ادافع عنه، ولكن انا كي تقول لي الوزيره، كي تقول لي الوزيره انا لا اؤيد احد الان، انا تهمني مصلحه الابناء الجزائر. انا لما تقول لي نقول لها ماذا عن الهياكل التربوية، واش درتي واش رايحه ديري، تعطيني الحلول تقول لي انا واش وجدنا، هذه حاجه مليحه. لما تقول لي انا يراني نركز على تعزيز اللغه العربيه ونخرج من الصراع الموجود بين مجموعة التعريب والفرنكوفونية في الجزائر ونركز على ترسيم وتعزيز اللغة العربية ولا نستبعد، فأنا زدت لها كلام آخر قلت لها ولا نستبعد تقوية اللغات الأجنبية لأنها وسيلة ضرورية الآن في العولمة. فهنا متفقين. لما نتكلم انا نجي نكلمها نقول لها لازمنا لا دومي بونسيون اي لانترنا، ولازمنا ندعم اولادنا، ولازمنا احنا والدي حتى بالنسبه للاباء لما يكون ولده يعني في الابتدائي راهو محير عليه كيفاش يديه ويجيبه اربع مرات في المدرسه، لما تكون لا دومي بونسيون كما راه موجود في ليكول بريفي راهو يهزني منها باك يدير له غوندمون تاعو، لا غونتابيليتي تاعو تكون مليحه يعني المردوديه
في حين التلميذ يكون مرتاح وينسجم في المدرسه تاعو. هذه العلاقه بين المدرسه والمجتمع والاسره. لما ايضا نتكلموا على المعاهد التكنولوجيه وناكدوا وتقول نعم، انا بقات لي نقطه واحده نسالها الان، نفهم لماذا الاختلاط في كل المدارس الجزائريه ما عدا ولايه المديه وغردايا، وعلاش؟ نحب نفهم، هل احنا الشعب الجزائري الاخر ما عندوش حق باش يحافظ على سلامة وأخلاق التلاميذ؟ وإحنا نعرفه ونعرفه ونأكده باللي لما اختلطت المدارس الجزائرية ساءت الأمور وساءت الأخلاق وأصبح الفسق من الابتدائي موجود. طيب ماذا قالت الوزيرة؟ ماذا قالت الأستاذة نعيمة؟ ماذا قالت الوزيرة عند لقائك بها حول المشاكل اللي هي موجودة منذ مدة طويلة في هذا القطاع؟ ولا الوزير السابق بابا أحمد ولا هذه بن غبريت حل هذه المشاكل، منها الاكتظاظ. هنالك أقسام فيها 50، فيها 60 تلميذ. أيعقل أن يدرس التلاميذ برنامج إنجاز؟ شوف، برنامج لإنجاز هياكل جديدة للمؤسسات التربوية. قالت ودارت اتفاقية مع وزارة السكن من أجل البناء. قالت كذا مش تخصص نتاعنا، فحنايا عندنا ميل. قلت لها هل عندك المال الكافي؟ سألت هذا السؤال، قلت لها هل عندك المال الكافي باش تقدري تعاودي ترمي بعض المدارس والمؤسسات، وفي نفس الوقت هل عندك المال الكافي باش تبني مدارس اخرى يعني وثانويات؟ قالت لي المال موجود بنسبه لاباس بها، ورانا درنا برمجه ورانا اتفقنا مع وزاره السكن باش تعاوننا على الانجاز. هذا هو الجواب بالحرف الواحد. وسؤال انا طرحته لها، انا ما رحتش باش نحكي معها، انا نحكي معها في قصص حياتنا، انا رحت فعلا لاني حس في نفسي الموقف اللي رانا فيه والحال اللي راه فيه المدرسه الجزائريه والمنظومه التربويه. وانا يعز علي انه بدل ما يروحوا هادو، لو تكلمنا على موضوع مهم اخر بالنسبه للترقيه، لانه هي قالت لي هل انا نطرح لك امر شوفي لك كان حق ولا مش حق؟ قلت لها تفضلي. قالت لي هذه النقابات راهي طالب باش تكون الترقيه اوتوماتيكيه. قالت لي انت تقبليها؟ قلت لها انا ما نقبلهاش. قلت لها لانه انا نفضل ان اللي يترقى هو الاستاذ المجتهد. ومن ثم حتى بالنسبه لنا قلت لها ولكن لازمكم تديروا باش الاستاذ يكون ماشي بالاقدميه، انما يكون بالاجتهاد والمردوديه واحده، واثنين زيدوا لهم الرسك على الجديه، ماشي قال يروح برك يعقب 15 يوم ولا كذا ويجي مروح لدارو. نو، الفول نوتي، لازم تنقط هذا الاستاذ في الرسكله باش من بعد هذيك الرسك النقطه تاع الرسكله تعطيه اولويه تدخل في معايير الترقيه. قالت لي اذا حنا لا متفقين. قلت لها طبعا انا نتفق معك. قلت لها ثاني امر اخر سجلته، قلت لها رجاء، قلت لها شوفي احنا كاينه مواد ادبيه مهمه جدا ولكن راهي اهملت ومقصود اهمالها، وهي ماده التاريخ والجغرافيا. هل تظني انت التلميذ اللي الجغرافيا وما يعرفش التاريخ، يعني تاريخ الامم ولا التاريخ نتاع بلاده تعتمد عليه في شيء، ما عندوش مرجعيه تاريخيه وما يعرفش واش كاين قبل وما يعرفش واش كاين من بعد، والتلميذ اللي ما يعرفش المواقع الجغرافيه والمناخ والتضاريس وكامل ما تقدريش من بعد يسقط، او لازم هناك اسقاط على هذه الامور والا ما يقدرش يخدم. قالت لي صحيح. قلت لها هل تظني ان اليابان لما دارت المعامل تاع الجغرافيا والتاريخ 14 غلطه؟ قالت لي مش غلطه. قلت لها هل المانيا لما دارت المعامل تاع التاريخ والجغرافيا 7 غلطه؟ قالت لي مش غلطه. قلت لها سجلي عندك وشوفي لنا حل الموضوع هذا. يعني كاين نقاط كثيره تكلمنا فيها حتى ما لقيتش يعني. قالت لي بصح لاحظي دركا لو كان احنا نزيدو نبيو لهم مطلب غدوه يزيدو يخرجوا لنا بمطلب، لكن احنا هنا نهضروا دركا شنو نهضروا انا واش راني نهضر؟ راني نوجه كلامي للنقابات، راني نقول لهم يا ناس بالنسبه للقانون الخاص قالت لي لازم 5 سنين باش نديرو. قلت لها 5 سنين بزاف، يعني 5 سنين مش يعني صحيح، لازم ياخذ وقت باش ندرسوا كل الجهات وكل النقاط، ولكن يعني 5 سنين بزاف، نقصوا شويه باش هكا نقدروا نلبيو طلبات الجميع. هنا نرجعوا الى النقابات نقول لهم يعني اذا كنت لاحظتوا ديتوا بعض المطالب ما تهلكوش التلاميذ للدرجه هذه، احنا رانا ولادنا عادوا كينوضوا بعد يقول لك احنا بالك عندنا اضراب. طيب استاذه نعيمه، من التسجيل من دخول مدرسي هو في راسه كاين اضراب. طيب استاذه نعيمه، دعينا الان نفتح هذا المجال، مجال النقاش، لنفتح هذا النقاش كله على زاوية أخرى. هذه الزاوية يطرحها
الحقوقيون في الجزائر وهم كثر يقولون لا يمكن للسلطة في الجزائر أن تحل مشكلة ما في التعليم دون ما حل مشاكل أخرى، وينتهون إلى نتيجة مفادها إن الجزائر تشهد منظومة حكم فاشلة، لا يمكن لمنظومة الحكم هذه أن تنجح في إيجاد حل لمشاكل التعليم وهي لم تستطع إيجاد حل لمشاكل أخرى، بمعنى إن كل قطاع له علاقة بقطاع آخر فالفشل موجود في كل القطاعات. أنا معك صحيح في هذه، ولهذا أنا نقترح كرئيس حزب كحزب العدل والبيان نقترح بعض الحلول، ونبدأ بالاقتصادية. احنا رانا نطالب برفع قيمة الدينار في الوقت الحالي. احنا رانا عندنا احتياط صرف يأهلنا ويسمح لنا باش نرفع قيمة الدينار بنسبة 160%، وهذا يسمح ب يعني تخفيض قيمة الأورو، ومن ثم نستطيع، وهذا يرفع طبعا من القدرة الشرائية ويتحل المشكل انت هذه النقابات وغيرها، يعني كل الشعب الجزائري، ويسمح باستيراد 14 مليار دولار سنويا، وضع حصانة اقتصادية حتى 2025، مما يسمح بوضع منظومة تجارية واقتصادية مسؤولة على مستوى النفقات والاستثمار في المجال شبه الصناعي والصناعي، السيطرة على الجباية الوطنية والاستغلال الاستراتيجي الزراعي. ومثلا ناخذ مثلا على سبيل المثال البيو كاربورون، الطاقة الحيوية العضوية عفوا، السيطرة على انتاج الحبوب الجافة الخاصة التي ننتجها للتصدير. يعني احنا عندنا، نعطيك مثال، مثلا عندنا كي نتكلموا على المجال الفلاحي، ما تنساش باللي ربع متر إترات، يعني 4 لتر ربع لترات من زيت الزيتون يساوي 1 برميل تاع النفط. يعني الجزائر راهي قادرة تعوض النفط بكثير من الأمور، يعني منتوجات زراعية، يعني في الحالة هذه المشاكل تتحل، وعندك الحق أن هذه بتلك. فالنظام لازم يبدل سياسته الاقتصادية ويبدل سياسته السياسية، بحيث أن الحكم ما يبقاش مطلق، ما لازمش نفهمه ولا وراثي ولا مطلق ولا مقتصر على جهة واحدة. طيب، لازم نرجع إلى الديمقراطية الحقيقية باش كل الشعب الجزائري يشارك في الحكم ويتحمل مسؤولية الربح والخسارة. طيب، وهو كذلك سيدة نعيمة صالحي، أنا أشكرك جزيل الشكر سيدة نعيمة صالحي رئيس حزب العدل والبيان، كانت معنا من الجزائر عبر الهاتف، في انتظار ضيوفنا الكرام الآخرين الذين بإمكانهم أن يدلوا بدلوهم في هذه المسألة العالقة. الجزائريون في حيرة في أمرهم، خاصة أولياء التلاميذ، أولياء التلاميذ الذين هم قلقون جدا من مصير أبنائهم. غدا سيعلن عن إضراب جديد في قطاع التربية، ليس هو الأول، الجميع يقول يريدون أن لا يكون هذا، يريدون أن يكون هذا الأخير. الآن مشاهدينا الكرام أرحب بانضمام سميرة ضويفية عضو البرلمان الجزائري عن التكتل الأخضر. بماذا تفسرين هذه التجاذبات سميرة بين النقابات التي تريد التصعيد الدخول في الإضراب مهما كانت الأمور، والحكومة تقول لا بد من عدم التسرع في قطف الثمرة، وإن وزارة التربية هي بالمرصاد من أجل حل هذه المشاكل وتلبية هذه المطالب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخي عثمان. عليكم السلام. الحقيقه يعني قطاع التربيه هو قطاع حساس كما تعرفون. اعتقد انه هذه التجاذبات هي ما هي الا يعني القشه التي تخفي التومه الكبيره لضياع او فقدان الرؤيه في قطاع التربيه. أعتقد كذلك أن قطاع التربية حاليا في الجزائر يخضع لهذه التجاذبات. أيوة. نتيجة فقدان رؤية واضحة. هذا ما أفرزه القانون التوجيهي 04-08 الذي يعني جاء به الوزير بن بوزيد نتيجة الإصلاحات السابقة للجنة بن زاغو المعروفة. نعم. إذن هذا كله هو تراكم وتراكمية يعني سوء تسيير قطاع حساس يعنى باقتصاد المعرفة، هذا الاقتصاد الذي أصبح يعني المجال الأهم في صناعة اقتصاديات الدول. أعتقد أن عقول أبنائنا هي في أصبحت يعني لعبة بين يعني تحت طائلة سوء التسيير هذا. في الحقيقة نحن في البرلمان يعني نتأسس لمثل هذه، يعني نحمل هذا الهم بشكل كبير. لماذا لا تسائلونها أستاذة سميرة؟ لماذا لا تسائلونها؟
لماذا لا تطلبون حضورها للبرلمان وتسائلونها عن هذه المشاكل المتراكمة في هذا القطاع، قطاع التربية؟ نحن منذ بداية العهدة ونحن نسائل. مثلا المتحدثة تقدمت تقريبا بأربعة أو بخمس أسئلة بين شفوية وكتابية، لحد الآن لم أتلقى إجابة واحدة عن سؤال واحد. هذا القطاع قطاع يعني عميق ومثقل ومثقل بالمشاكل والاضطرابات، لا من حيث التسيير ولا من حيث الفساد المالي ولا من حيث تسيير الموارد البشرية ولا من حيث المناهج، لا من حيث الرؤية كما ذكرت وأكدت. يعني قطاع مشاكله كثيرة ومتشعبة. أعطيك مثالا بسيطا، مثلا كنت سألت الوزيرة حول تبديد 18 مليون نسخة من الكتاب المدرسي. يعني مثلا مؤخرا أنا قمت بجولة على بعض البلديات في ولايتي، النقل المدرسي والمطاعم المدرسية يعني كوارث. صحيح. فالقطاع مسخن لا من حيث الدعم اللوجستي كما ذكرت، ولا من حيث الموارد البشرية العاملة في القطاع أو تكوينها أو مستواها، ولا من حيث المخرجات، المخرجات ضعيفة، ولا من حيث المناهج المضطربة وهي محل تغيير وتحوير وتطوير. يعني هو ليس تطوير بالمعنى الإيجابي، يعني تحوير وتغيير مستمر، ما يثبت يعني غياب رؤية واضحة. يعني أي طيب فيما صرفت أستاذة سميرة، ربما المشاهد يسأل يقول أين صرفت هذه المليارات من الدولارات، لا أقول دينارات، صرفت في هذا القطاع قطاع التربية في الجزائر منذ عام 99 ألف، منذ وصول عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الحكم، أين صرفت؟ نعم هذه المليارات مثلا. نعم أخي عثمان، هي أرقام فلكية في قطاع حساس. هذا القطاع الذي يعني الدولة تتبجح بأنه قطاع، أو النظام يتبجح بأنه يعني قطاع استراتيجي، لأنه القطاع مدعم التعليم المجاني في الجزائر، هذه السياسة التي يعني يكابرون بها، حيث أن هذه المليارات كما ذكرت أعتقد أن سوء الصرف وسوء التسيير والتبديد هو الذي يعني لم يجعل لها ثمرة واضحة. لماذا هذه المسألة؟ أصلا لأنه لم نحسم كما ذكرت وأؤكد دائما مسألة فقدان رؤية واضحة عن المنظومة التربوية. ماذا نريد؟ الدول المتحضرة المتقدمة التي تحترم نفسها يعني تبني مشروع واضح، يكون لها مشروع مجتمع واضح يعني تخرج منه تصور واضح يعني أي إنسان نريد أن نكونه. ماذا نريد؟ ما هي طبيعة هذا الإنسان الذي نريد أن نكونه بحيث تكون المدرسة هي نفق مفتوح على باقي الأنفاق الاجتماعية؟ نحن للأسف في الجزائر كل مؤسسة أو كل نظام من بينها نظام التعليم هي نظم يعني منغلقة على ذاتها وغير مترابطة، ولا يوجد تنسيق بينها وبين باقي النظم، بحيث أننا نكون أو نعلم إنسانا لا نعرف إلى أين سيتجه، ماذا نريد من خلال هذا التكوين. هذه المليارات كما ذكرت تذهب يعني في تطورها تذهب هباء، لأنه المستوى للأسف المستوى الدراسي للتلميذ الجزائري في تدهور مستمر. مؤخرا تقرير الأمم المتحدة حول التعليم في الجزائر تقرير نتائجه كارثية فيما يتعلق بالتسرب المدرسي، أكثر من 10% من التلاميذ الجزائريين يتسربون. فيما يتعلق بالمستوى، التلميذ الجزائري في السبعينات والثمانينات كان مميز عالميا في الرياضيات. نحن الآن أنا في بحكم عملي السابق في قطاع التعليم كنت مستشارة للتوجيه والإرشاد المدرسي، نعاني من ضعف شديد للتلميذ الجزائري في مادة الرياضيات ومادة الفلسفة عموما. يعني هذه المدرسة تخرج لنا معاقين ذهنيا. طيب. لا يفتقرون للتفكير المنطقي. وهو كذلك سيدة سميرة، أنا أشكر سيدة سميرة، جزاك الله عنا خيرا على هذه المشاركة الطيبة. أستاذة سميرة ضويفية عضو البرلمان الجزائري عن التكتل الأخضر، وشكر موصول سيدنا الكرام الأستاذ مسعود عمراوي القيادي في الاتحاد الوطني عمال التربية والتكوين والمكلف الإعلام، بالإضافة إلى مريم معروف رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية، دون ما أن أنسى ضيوفنا الآخرين نعيمة صالحي رئيس حزب العدل والبيان، ونعتذر على غياب بعض الضيوف زبير فاضل، حسين بصبع من ناشط الحقوقي، ربما سيشاركون معنا في حصص أخرى على هذا حول هذا القطاع أو قطاعات أخرى. جزيل الشكر لكم على حسن المتابعة والمشاهدة. مشاهدنا الكرام، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.